كيما اليوم. كيما اليوم 12 فبراير 1961 وين أعلنت شركة يورو فيجن للطيران الروسية عن أول رحلة فضائية بشرية في التاريخ، وهو حدث كان عنده أهمية اقتصادية وتاريخية في الوقت ذاك. كما اليوم 1981 أطلقت الناسا المركبة الفضائية كولومبيا في أول رحلة فضائية، وكان هذا الحدث عنده أهمية كبيرة للتكنولوجيا والابتكار. كيف كيف عام 1990 في نفس النهار اليوم روسيا والصين وقعوا اتفاق تجاري لتبادل البضائع والخدمات. 2010 بسبب الشركة النفطية البريطانية وقع تسرب للنفط في خليج المكسيك، وكان عنده تأثير اقتصادي وكذلك بيئي كبير برشا على صناعة النفط والغاز. 2011 مايكروسوفت تشري سكايب بقيمة 8.5 مليار دولار. 2012 فيسبوك يشري انستغرام بمليار دولار عام 2012، وكان هذا على اتفاق مبدئي ما بين الزوز المديرين. 12 أفريل 2018 تم افتتاح الدورة 123 لمعرض الربيع في مدينة كانتون بالصين، وهو أكبر المعارض التجارية في العالم. يعتبر الحدث هذا عنده أهمية اقتصادية كبيرة برشا للشركات المشاركة في المعرض ذلك. كانت هذه كيما اليوم 12 أفريل، احنا مازلنا مواصلين في البقيمة تينال، وقعدوا معانا ما تبدلوا.